هشام اللولي طاح بالكاو مع السيدة دمو الجدران ومصيبكم شيتي هدريكو هاتي اللي تفرج في الفيديو يخرب الضحك. ولكن اخي دخل لك اخي بالرجل اخي هشام دخل لك مو الجدران هذا مو الجدران عطاكم شيتي هاد من الملايركم شي كان داير لايف انستغرام ورى الفيديو بالرجل والله يتدخل لك وحق الله. انا هذيك الفيديو اللي كدرت في الاول انا محيد الموان هذيك الفيديو كنت كنشجعك اخويا في الاول مش تشد هذا الماتش هذا والله اخويا تا غتاكل الاعصاب الله تكمش حسن لك ما عندك ما دير بريكو عرفتي الخوت غتفرجوا في فيديو تشوفوا شو كيفاش هذا الدري هذا من دراما صاحبي راه انا نضاك بالرجوله الله يتنضاك انا بدات تخلع سنة الزازات انا ما يسحبش ليا هاد موج دراما دا غيدير غيدير في كاع الحالات بالرجوله بلا ما تعاود دير داك التحدي ديال ريكو واش بالرجوله تحديتي شي واحد من دوك الطيور الاخرين دبرتي فيها عشيري من في الانستغرام دار لايف دار مع ديك الاسطوره كل مرة تيقول له دخل لك تيقول له انا اللي عطيته دخل لك اصحابي دخل لك بالرجول تيقول له انا تيقول له في اللايف تيقول له دخل لك واحد ديريكت راه اشدتك الدوخة